السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيجي بشكل مستعجل بعد بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول صرف الشطر الثالث من المنحة الدراسية لفائدة متدربي ومتدربات التكوين المهني. إذا الفيديو ديال اليوم غادي نتكلم لكم على فوقاش غادي يصرفوا لكم المنحة، أي الشطر الثالث من هذه المنحة لفائدة دائما متدربي ومتدربات التكوين المهني. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، بقوا معي. إذا البلاغ هو هذا، بلاغ إخباري بخصوص صرف الشطر الثالث من المنحة المدرسية لفائدة متدربي ومتدربات التكوين المهني بتاريخ اليوم الاثنين 8 يونيو 2020. إذا البلاغ الإخباري هو هذا، الموضوع ديالو هو صرف الشطر الثالث من المنحة المدرسية لفائدة متدربي ومتدربات التكوين المهني. إذا غنتعرفوا على الموعد، وكذلك غادي نتعرفوا على الغلاف المالي اللي رصداتو الوزارة باش تصرف هذا الشطر الثالث من المنحة المدرسية. إذا موعد الشروع في صرف المنحة بالنسبة لمتدربات ومتدربي التكوين المهني هو ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020. إذا ابتداء من يوم الثلاثاء اللي هو غدا إن شاء الله 9 يونيو، غادي يبدأوا في صرف الشطر الثالث من منحة متدربي ومتدربات التكوين المهني. ثانيا، عدد المستفيدين حسب الوزارة هو 36206 متدربة ومتدرب سيستفيدون من هذه المنحة. ثالثا، الغلاف المالي التي رصدته الوزارة من أجل صرف هذه المنحة ويبلغ 56.38 مليون درهم. إذا 56.38 مليون ديال الدرهم هو المبلغ المالي اللي رصدته الوزارة باش صرف هاد المنحة، أي الشطر الثالث من منحة متدربي ومتدربات التكوين المهني. إذا هادشي اللي كان عندي في هاد الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.